اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما أعطيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، وارفع مقتك وغضبك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك يا واسع المغفرة. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اكتبنا في عليين، وأعطنا كتابنا باليمين، واجعلنا من المرحومين، ولا تجعلنا من المحرومين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، ما نسينا منها وما لم ننسها، برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم لا تدع لنا ذنبا
إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا شابا إلا أصلحته ولا ضالا إلا هديته اللهم اصلح شبابنا اللهم اصلح شبابنا اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم وفق شبابنا وفتياتنا للتمسك بالدين اللهم وبغض إليهم المعاكسات وتتبع الشهوات والملذات والوقوع في المحرمات اللهم حبب لنسائنا الحجاب والستر والعفاف اللهم يا رب اجعلهن ممن تاب إليك وأناب اللهم اجعلهن ممن تاب إليك وأناب يا أرحم الراحمين اللهم اصلح ولاة أمور المسلمين اللهم وفقهم للعمل بكتابك وتحكيم سنة نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم اللهم وفق إمامنا وأميرنا اللهم وفق إمامنا وأميرنا محمدا السادس لما تحبه وترضاه اللهم وأعنه على أمور دينه ودنياه اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك اللهم كن له مؤيدا ونصيرا واجعله لأوليائك معينا وظهيرا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم وفقه لما فيه الخير والصلاح اللهم وفقه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين اللهم يا رب وفقه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين اللهم ارزقه البطانة الصالحة والحاشية الناصحة والجنود المخلصين اللهم وأبعد عنه بطانة السوء يا ذا الجلال والإكرام اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان في وطننا وبلدنا المغرب العزيز اللهم إننا نتنعم فيه بنعمة الأمن والاستقرار اللهم يا رب نسألك أن تديم علينا هذه النعمة وأن ترزقنا شكرها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ارحم موتانا وجميع موتى المسلمين والمسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء
الماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم إنهم سكان دار لا يتجاورون منهم المنعمون ومنهم المعذبون اللهم من كان منهم منعما فزده نعيما ومن كان منهم معذبا فكن به رحيما يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ارحمنا إذا صرنا منهم اللهم كن معنا إذا زارنا الأهل والأحباب وصار مثوانا تحت الأرض بين الدود والترام من لنا يا إلهنا يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما اللهم نور علينا قبورنا واجعلها روضات من رياض الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النيران اللهم ثبتنا عند السؤال اللهم ثبتنا عند السؤال اللهم كن معنا يوم القيامة اللهم ثبتنا إذا نفخ في الصور وبعث ما في القبور إليك يا ربنا يومئذ النشور برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن ينادى في الآخرة ادخلوها بسلام آمنين ولا تجعلنا في من ينادى فيهم ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدا وأزمنة مديدة واجعلنا فيه من المرحومين ولا تجعلنا فيه من المحرومين اللهم اجعلنا فيه ممن قبلت صيامه وقيامه وغفرت له زلله وآثامه وأمنت له الروع يوم القيامة وحرمت على النار جسده وعظامه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم يا رب إنا ندعوك منا الصالحون وأكثرنا مذنبون منا الشباب ومنا الشيوخ اجتمعنا لنرجوك رجاء واحدا ونسألك سؤالا واحدا سؤال من كثرت ذنوبه وقلت حيلته وضعفت قوته وتقطعت أسبابه فأتاك مقبلا تائبا باكيا دليلا معترفا نادما يسألك الفوز بالجنة يسألك الفوز بالجنة يسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار يا أرحم الراحمين اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب يا من عز فارتفع وذل كل شيء لعظمته وخضع يا فعال لما يريد يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء
اللهم اهزم طاغية الشام وأعوانه، اللهم اهزم طاغية الشام وأعوانه وزلزلهم، اللهم اكف المسلمين شرهم بما شئت، اللهم يا رب أرنا فيهم يوما أسود كيوم فرعون وقارون وهامان. نسألك يا الله، نسألك يا الله، نسألك يا الله أن تنصر إخواننا في الشام. اللهم يا رب أيدهم بجودك الذي لا يهزم وسلطانك الذي لا يقهر. إلهنا إلهنا وسيدنا ومولانا، يا مجيبا لمن دعاه، يا قريبا ممن ناجاه، يا الله يا الله. نسألك يا قوي يا عزيز أن تنزل غضبك ورجزك وعقابك على طاغية الشام. اللهم يا قوي يا قهار، يا عزيز يا جبار، انتقم من طاغية الشام وأعوانه حتى يتمنون الموت ولا يجدون. إلهنا إلهنا رحماك رحماك بالنساء الذكالى والأطفال اليتامى والشيوخ الحيارى. نشكوك دماء أريقت وأنفس نزهقت وأطفالا يتمت ونساء رملت ومساجد هدمت. اللهم انتقم منهم يا منتقم يا جبار. لقد ضاقت على إخواننا الأرض بما رحبت وتعالت عليهم النكبات، ولا ملجأ لهم سواك ولا فرج لهم إلا من عندك. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حقهم يا الله. اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وشفاء أمراضنا وذهاب غمومنا وهمومنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وعن أيماننا نورا وعن يسارنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا ندعوك دعاء المضطرين، نسألك يا الله، نسألك يا الله، نسألك يا الله أن تجيب دعواتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أعنا
وعيننا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اطف غضبك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. اللهم إن هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.